مسقط في عنبته. هذه الصحة أو هذا المبنى مكون من ثلاث مداخل، مدخلان أماميان وآخر خلفي، حيث أن الشكوى جاءت بأن يتم إغلاق المدخل الخلفي، فلماذا لا يتم فتحه وإعادة استغلاله؟ وهل للصحة وجهة نظر بهذا الخصوص؟ لذا وبهذا الصدد يجيب علينا الدكتور عبد الفتاح الدرك، مدير مديرية الصحة في طول كرم، وبنقول صباح الخير دكتور عبد الفتاح. صباح الخير لك ست وفاء ولكل المستمعين والمشاهدين. أهلا وسهلا بك. يعني إن أمكن أن توضح لنا تفاصيل هذه القضية بشكل كامل، ما قصة إغلاق المدخل الخلفي لصحة مسقط؟ وهل صحيح أن هذا المبنى لديه ثلاث مداخل وكان الخلفي أيضا مستخدم سابقا؟ يعني هذا المبنى يعني مبنى حديث ونظامي وبشكل يخدم له مدخلان رئيسيان على الشارع الرئيسي في المنطقة المقام بها، وهناك مدخل خلفي هذا لتقديم يعني باب خدمات، يعني نقدر نعتبره بطريقة أو بأخرى، وهو خلف المبنى يصلح لأن يكون مكان لاستقبال المراجعين من خلاله، علما أنه المدخل له مثل ما ذكرت مدخلان، وهو مخصص للسيارات ومخصص للمعاقين بشكل نظامي وبشكل يليق بالمواطنين. الباب الخلفي خلف المبنى يأتي إذا يعني بيكون هذا مفتوح الباب، سيؤدي إلى أن الأطفال يفوتوا يلعبوا ويعبثوا به، أو دخول الكلاب الضالة أو غيره. وأيضا بنفس الوقت لم نرى جدوى منه في فتحه لوجود هذان البابان، فيستطيع المواطنون الوصول إلى المركز الصحي ومركز الطوارئ بكل سهولة ويسر عبر المداخل الموجودة لهذا المركز. نعم، يعني إذا ما أردنا أن نتحدث عن المسافة ما بين المدخل الخلفي والأمامي، هل هي بالمسافة الطويلة؟ خاصة الاستفسار دكتور عبد الفتاح أن هنالك كبار السن وفي تلك المنطقة والقريبين من المدخل الخلفي لمبنى صحة مسقط في عنبتة، يقال أن الأسهل لهم أي يمروا من خلال المدخل الخلفي أكثر من أن يذهبوا من المدخل الأمامي، هل المسافة بالفعل كبيرة؟ اولا يعني النقطه الاساسيه المبنى كله يعني لا يتجاوز 500 متر مربع، فبالتالي المسافه ما بين الابواب هي حتما يعني مسافه قريبه جدا. اثنين، المبنى يخدم كافه ابناء البلده، وهذا يعني لم تصلنا يعني شكاوى من الناس. وثانيا الشارع الذي يخدم من الباب الخلفي لا يخدم فئة كبيرة أو معينة، يعني غالبية أو شيء من السكان، الغالبية بتستخدم الباب الرئيسي، الأبواب الرئيسية والمداخل الرئيسية. فيعني مش شايف يعني بتقديراتنا لا نرى هناك ضرورة لفتح هذا الباب، لما يمكن أن يؤدي مثل ما قلت لك دخول الأطفال ويعبثوا بالمبنى خاصة من الخلف أو الكلاب الضالة أو غيره. يعني فالمسألة يعني المسافة مش طويلة بأي شكل من الأشكال حتى أنه نفكر نعمل مداخل من هون ومن هون. لكن في نفس الوقت يعني طالما أنه بالفعل هذا القرار بهدف الحفاظ على الممتلكات العامة والمصلحة العامة، لكن أيضا من ضمن الشكوى أن بعض الموظفين يقومون باستخدام هذا المبنى لأغراض شخصية كالشراء من الأماكن المحيطة، وبالتالي ربما الاستفسار من قبلهم أنه لماذا لا يجري أو يكون سريان القرار على الجميع دون استثناء، أو أن يكون هنالك حالات استثنائية لكبار السن بإدخالهم من هذا المدخل الخلفي. ست وفاء الباب بعيد يعني عن المبنى، يعني في مسافة يعني عن المدخل وعن غرف الموظفين. لما بنقول الحالات الخاصة، الحالات الخاصة مين؟ هنا كم بيت اللي ممكن يخدم هذا الكلام؟ بينما البلدة حوالي أكثر من 9000 نسمة كلهم بيستفيدوا من هذا المدخل الرئيسي اللي بنحكي عنه. المدخل الخلفي لا يخدم يعني مجموعة كبيرة من المواطنين. اثنين، مثل ما قلت الحفاظ على الممتلكات العامة للمبنى لا نستطيع أن نتركه مفتوح طول الوقت. هاي من جهة، من جهة أخرى
إذا كان بعض الموظفين بيستخدمون لشراء حاجاتهم، ولو أنه يعني أعتقد أنه هذا الكلام مبالغ به، لأن ممكن معناه يعني هذا وفق الصورة التي وردتنا. نعم وفق الصورة التي وردتنا، باب خدمات للمركز الصحي ومركز الطوارئ، في سيارات، أدوية، شغلات أحيانا ممكن نفوتها من هناك، لكن لا يمكن أن نفتح طول الوقت، وخاصة تعرفي عنبتة فيها طوارئ صباح ومساء. إذا بدنا نفتحه صباح ومساء بده يعني عمال وبده مراقبين وحراس، وهذا مش متوفر في الوقت الحالي، إضافة إلى أنه لا نجد هناك ضرورة لفتحه، أو أنه خدمات تعطلت بعدم فتحه، وهو باب جانبي يعني بكل الأحوال، يعني مش باب. طيب يعني أنا قمت بإيصال الرسالة دكتور، ونحن نشكرك جزيل الشكر بصراحة على تعاونك الدائم، ولكن إيصال الرسالة كونه مطلب العديد من السكان كما جاء في الشكاوى إجمالا، يعني من ناحية الإلغاء ومن ناحية الحفاظ على الممتلكات العامة ومن ناحية المظهر الحضاري، إذن يعني تفاصيل عدة كنت قد وضحتها، ونأمل أن تكون الصورة قد وصلت إلى السادة المستمعين والذين أوصلوا لنا هذه الشكوى بخصوص صحة مبنى صحة مسقط في عنبتة. إذن أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الفتاح الدرك، مدير مديرية الصحة في طول كرم. كذلك الأمر متابعة للشكاوى التي وردتنا حول صرف الأدوية الخاصة بمرضى الكلى من مواطنة عزيزة.